الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاضرة اليوم هي المحاضرة 9، وعنوانها وسائل جمع البيانات، وخاصة سوف نركز على الاستبيان. بالنسبة للاستبيان، يعني هناك عناصر مختلفة نتحدث عليها. تعريف الاستبيان: الجوانب الواجب مراعاتها عند صياغته، أنواع الأسئلة ومزايا وعيوب الاستبيان. أول شيء معناها بالنسبة للاستبيان، يعتبر معناها الغرض منه كوسيلة من وسائل جمع البيانات أنه الباحث يتحصل على المعلومات عن طريق استمارة. الاستمارة هذه توزع على عدد معين من المبحوثين أو من الأشخاص الذين سوف نطرح عليهم الأسئلة، وتعتبر نوع من أنواع جمع البيانات الأولية الميدانية حول مشكلة أو ظاهرة في البحث العلمي، من خلال مجموعة أسئلة يتم طرحها. بطبيعة الحال حتى اختيار معنى ترتيبها يجب أن يكون مدروس بشكل جيد، وتكون معناها تكون مهيئة وتكون معناها معدة بشكل جيد، ويتم استعمالها كثيرا. نجده كثيرا الاستبيان في العديد والعديد من الأبحاث العلمية، وخاصة تلك الأبحاث اللي هي تكون أبحاث كمية. في الأبحاث الكمية يفضل الباحث الاستبيان، لأنه في العادة تكون الدراسات السابقة موجودة، وبالتالي يتم اعتماد فرضيات تقاس من خلال يعني جمع بيانات كمية وليست نوعية مثل ما تحدثنا عليه سابقا. فهنا الاستبيان هو مجموعة من الأسئلة المترابطة المدونة من قبل الباحث في استمارة خاصة مصممة للحصول على البيانات. الاستمارة هذه يتم توزيعها، يعني هناك طرق مختلفة للإجابة عليها أو لإعطائها للمستجوبين، سواء كان عن طريق البريد أو المقابلة الشخصية أو عن طريق الهاتف في بعض الحالات طرح الأسئلة، أو كذلك الاستلام باليد. وهذا يعني المقابلة الشخصية، الفرق بينها وبين المقابلة الشخصية أنك في المقابلة الشخصية تجلس مع المستجوب وتكون معاه وهو بصدد الإجابة على الأسئلة، ولكن هنا الاستلام باليد كانك تعطيه وبعدها هو يرسل أو استلمها منه بعد بفترة. هنا الاستبيان يوزع إلى عينة معينة. في العادة العينة هذه يتم اختيارها بشكل مدروس بطبيعة الحال، وتكون ممثلة لمجتمع الدراسة، بحيث أنه بطبيعة الحال يصعب أنك تطرح الأسئلة على كل مجتمع الدراسة، فتختار عينة تستجيب لشروط معينة وتكون يعني تنعكس فيها خاصيات مجتمع الدراسة. فهنا في الجوانب التي يجب مراعاتها في هذا الخصوص، من ناحية وضوح العبارات والدلالات في الأسئلة، يعني تختار بشكل دقيق العبارات، لأنه لو تكون حمالة لمعاني مختلفة فهذا يصعب عملية الإجابة بالنسبة للمستجوبين. صياغة الأجوبة والخيارات بطرق سهلة وبسيطة، ما تكونش لا تكون فيها صعوبة في الفهم. تجنب وضع أسئلة تحتمل أكثر من بديل صحيح. مراعاة الترتيب المنطقي للأسئلة، يعني بشكل منطقي يكونوا مرتبين. التنويع في صياغة الأسئلة من حيث طول السؤال وشكل الإجابة، هذا كله مهم أنه ناخذه بعين الاعتبار. كذلك يجب مراعاة التالي عند معناها فيما يخص الأسئلة، وضوحها تحدثنا عليه، عدم تكرارها إلا لو يريد الباحث أنه يعمل ما نسميه التقاطع الإجابات. في بعض الحالات نريد أنه نتأكد من إجابة المستجوب وهل إجابته كانت صحيحة بنظفرين صحيحة، بمعنى أنها تكون لو طرحنا عليه السؤال بشكل آخر سوف يجيب نفس السؤال. ففي هذه الحالة بالذات في إمكانية، ولكن كلمة التكرار يعني استعمال نفس العبارات هذه مش معقول، ولكن تستطيع أنك تستعمل السؤال بشكل آخر بحيث أنك تعمل عملية تقاطع بين
بين الـ 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 الإجابات وتشوف وتتأكد هل تلك الإجابات دقيقة أم لا. الابتعاد عن الأحكام والتقييم خاصة في عند طرح الأسئلة حتى في صيغة كتابتها مهم أنها تكون بشكل يعني لا يحتمل اللي هو شو اسمه لا يحتمل الحكم أو ليست فيها أحكام تجعل المستجوب نوعا ما يتردد في الإجابة على تلك الأسئلة. فهنا عندما نتحدث على الاستبيان بعد ما شفنا معنى التعريف والجوانب التي يجب مراعاتها وكذا نتحدث على موضوع صدق وثبات الاستبيان. صدق وثبات الاستبيان وهنا يعني فقط يجب أن نتحدث على إطار تجهيز الاستبيان. هو الاستبيان كما قلنا في العادة يرتكز أساسا على دراسة الأدبيات في مجال معين في موضوع البحث. فبالتالي في العادة الباحث عندما يقوم بدراسة الأدبيات أو يشوف الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث من المفروض كونه كذلك يشوف وسائل القياس التي تم استعمالها والاستبيانات التي تم استعمالها في تلك الدراسات. وبالتالي يعني كونه يستعمل الاستبيان سابق ويعني يكون تم التأكد منه في أبحاث أخرى فهذا يعطي أكثر صدق وثبات لذلك الاستبيان. ولكن بطبيعة الحال الباحث يأخذ الأسئلة من الاستبيان